على الأكيد أنه هيدي أكتر وصفة ترايفل دسمه قدمتها لهلأ. ترايفل البراونيز بالكراميل مع موس الكراميل وصوص شوكولا، هيدي الوصفة لعشاق الحلويات. لقمة واحدة منها كفيلة تحسن لكم مودكم. تعالوا نشوف الطريقة سوا. رح نبتدي وبدنا أول شي نجهز للكراميل، لأنه لازم نجهزه ونخليه يبرد قبل ما نستخدمه بهذه الوصفة. بقلب طنجرة رح نحط كوب من السكر وبنخدها على النار، وما منحرك إلا لما نحس إنه السكر بلش يدوب عنا، ومن بعدين فينا نقلب حتى السكر كله يدوب ونحصل على كراميل لونه أشقر. نرجع منضيف عليه معلقتين كبار من الزبدة، أو هيك على النظر شرحة من الزبدة يعني، ومنضلنا منقلب كتير منيح حتى الزبدة تذوب. من بعدين رح نضيف كوب من الكريمة، وطبعا الكريمة لازم تكون بحرارة الغرفة ما لازم تكون باردة. شوفوا كيف بضيفها شوي شوي، بضلني بقلب، وانتبهوا بعدوا ايدكم لأنه الكراميل هون رح يفور شوي وممكن تحرقوا ايدكم. ومنضلنا عم نقلب حتى يرجع يروق الكراميل ونحصل على هيدا الصوص. وهيك بيكون الكراميل عنا صار جاهز. حتى نعمل له تاتش ونخليه شوي يكون سولتد كراميل، بنرجع بنضيف له شوي من الملح، يعني نص معلقه صغيره من الملح، وهيدي خطوه اختياريه. الكراميل عنا صار جاهز، لازم نخليه بلا يبرد كتير منيح، وبهذا الوقت بكون عم نجهز للخطوات الثانيه. تاني شغله بدنا نحضرها هو البراوني. انا طبعا عملت البراوني بالبيت ووصفته بتلاقوها موجوده عندي بالصفحه، ورح ارجع اكتب لكم مكونات البراوني تحت الفيديو. الفرق الوحيد انه ما حطيت بقلبها من جوا لا مكسرات ولا تشوكليت شيبس، لانه اوريدي الوصفه كتير دسمه فما لها داعي. قالب البراوني بدنا نفرفته حتى يصير على شكل كرمبل، واللي ما قالوا جلاده يعمل قالب براوني بالبيت بكل بساطه فيكم تجيبوا واحد جاهز من السوبر ماركت، بيعطيكم نفس النتيجه اكيد، بس الطعم تبع البيت اكيد اطيب. تالت شغلة بدنا نحضرها هي موس الكراميل. بقلب جات نضيف رح نحط علبة كبيرة تقريبا 450 جرام من الجبن الكريمي، كيري او فيلادلفيا او اي كريم تشيز ما بتفرق. ومن بعدين رح نضيف تقريبا كوب او هيك معلقتين كبار تبع السكبة من الكراميل اللي حضرناه، ولاحظوا كيف الكراميل برد عنا ومسك على حاله، ورح نخفقهم سوا كتير منيح، منخليهم على جنب. وبقلب جات تاني نضيف رح نحط 3 اكواب من كريمة الحلويات، ظرفين من الدريم ويب، وبنخلطهم سوا وبنخفقهم سوا كتير منيح. بنرجع بنحط الكريمة البيضة فوق خليط الجبنة والكراميل، وهون بالسباتولا بنصير نخلطهم ونقلبهم سوا كتير منيح مزبوط مع بعض. ما بنستعمل الخلاط بالسباتولا حتى ما نروح الهواء اللي طلعناه من قلب الكريمة البيضة. وهلا بنشيلها وبنحطها بالبراد حتى ترتاح شوي. واخر شغله رح نحضرها هي جناش شوكولا او صوص شوكولا. فيكم تحضروا جناش انتو هو كريمه وشوكولا مع بعض، بس انا بحب حضره بطريقه تانية وكتير اطيب. طبعا هي ما بتنفع لكل الوصفات اكيد. بخلط علبه جامر او قشطه كبيره مع معلقتين كبار من النوتيلا، وجربوها وشوفوا طعمتها شو بتطلع طيبه. وهلا بنكون صرنا جاهزين حتى نشكل هذا الترايفل. منبلش ومنحط طبقه غنيه من البراوني اللي حضرناه، بنرجع بنحط شوي من الكراميل فوقه، منوزع طبقة غنية من موس الكراميل أو من كريمة الكراميل، وفوقها رح يكون صوص الشوكولا أو جناش الشوكولا بالنوتيلا، ومنرجع منعيد هالخطوات هن زيتون ورا بعض لحتى نخلص كل الكمية الموجودة عنا. ومثل العادة بنخليه يرتاح بالبراد مينيموم ساعتين، أنا بتركه على طول لتاني نهار، وبنرجع منقدمه وبنستمتع فيه. يعني شو بدي خبركم طلعت طعمته؟ شي ولا أطيب ولا أروع. طبعا مش أنا اللي دقت، بس كل اللي دقوا خوته وجنوا بالطعم. هذا السويت صح انه دسم كتير، فكرمل هيك حضروا بس يكون في عندكم جماعات، هيك كل حدا بياكل شوي شوي وبتنبسطوا كلكم سوا. بتمنى تجربوه وتعطوني رايكم فيه، وصحتين والف عافيه للجميع.